وتدمر ليست فقط مدينة أثرية، إنها ترادف السجن الذي يجمع كل المعارضين السياسيين للنظام السوري. فهل صحيح أن من بين المساجين لبنانيين؟ لجنبه يا حيوان، هذا سيدي، ولكن جنبه لا. الذائع الصيت في أساليب التعذيب. إنه سجن تدمر المصنف من بين السجون العشر الأخطر في العالم. قضية هذا السجن عادت إلى الواجهة منذ تقدمت داعش في اتجاه تدمر. ماذا عن آلاف السجناء القابعين خلف قضبانه؟ أعدادهم، هوياتهم، مصيرهم. وفي حال تمكنت داعش من بلوغ هذا السجن، هل تفتح أبوابه على غرار ما فعلت في بعض سجون العراق؟ أو هل يواجه السجناء خطر التصفيات؟ والسؤال الأهم بالنسبة لذوي المعتقلين أو المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، هل خلف أسوار سجن تدمر مفقودون لبنانيون؟ عن هذا الاحتمال ماذا يقول اللبناني علي أبو دهن العائد من جهنم، كما يروي في كتاب عن ذكرياته في سجن تدمر وأخواته، حيث أمضى 13 عاما وخرج في العام 2000؟ وأنا هون بأكد أنه بعد في لبنانيين، لأنه نحن لما طلعنا من سجن تدمر تركنا 7 لبنانيين بأقل ما يكونوا كانوا معنا بالغرفة. علي أبو دهن الذي وثق مع رفاق له خارجين من سجن تدمر فنون التعذيب داخل أروقته في مسرحية الكرسي الألماني، لا يستبعد ما ورد في تقارير عن أن السجن يضم حاليا نحو 10,000 معتقل. بساعه تقريبا شي 7,000 معتقل، بس بسنة الثمانينات كنا متواجدين فيه 8,800 سجين. بحسب غالبية التقارير فإن معظم نزلاء سجن تدمر هم من خلفيات إسلامية، وتطمح داعش إلى إطلاقهم على سيناريو سجن أبو غريب العراقي يتكرر في تدمر، فيبايع المعتقلون المحررون التنظيم ويقاتلون إلى جانبه. ولكن هل يعقل أن يكون معتقلو تدمر لم يسمعوا بعد بداعش؟ بخلف السجن هذا مش ممكن تعرف أو تتصل بالخارج أبدا. ما عرفنا إلا بسنة 93 أنه توحدت ألمانيا، ما عرفنا إلا بال 93 أنه الاتحاد السوفيتي انهار. هلق اللي هني بسجن تدمر العسكري ما بيعرفوا شو عم بصير برا، لا داعش ولا غير داعش. شفت يا حيوان انه بالمنيح ما بتمشي. وبين ظروف العيش في سجن تدمر وظروف الانتقال الى قبضة داعش، السجناء يقبعون بين جهنمين.